مساء الخير. حالا احضر لك العشاء. تشكر يا شوشو. اول مره تقول يا شوشو. ليه؟ مش ده اسمك على الفيس؟ شوشو المنحرفه ولا انا غلطان؟ ايه اللي انت بتقوله؟ اخرسي. عرفت كل حاجة، عرفت انا متجوز مين. على فكرة انت مش فاهم حاجة. كفاية كدب بقى. انت طالق. 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 يا عبد الخير كابوس. الحمد لله. انا هجيب لك مقاسه يا واحد. صلى على النبي. خدي معاها شوفي. شكرا. احسن. الحمد لله. الحمد لله. يلا نامي. تبقيش تقلي في الاكل قبل ما تنامي عشان هو ده اللي صباح الخير. بقول لك ايه، انت فكرت في مامتك قبل ما تنامي؟ كنت بتجيلي كل يوم. لا يا دكتور، انا خلاص تعبت. انا حاسه ان انا عايشه في توتر فظيع، كل يوم بحلم بكوابيس. يا دكتور يا دكتور. ايوه حبيبتي، ده انت بقيتي كويسه خالص الحمد لله. ده احنا وصلنا لنص الطريق. ليه بقى؟ لما اعترفتي انك عيانه وبداتي تتعالجي، زائد الادويه اللي انا كاتباها لك ابتديتي تاخديها. والله يا دكتور انا باخد الادويه بانتظام، بس حاسه ان التحسن بطيء جدا. يا دكتور يا دكتور يا دكتور. نعم، قلت ايه؟ بقول التحسن بطيء جدا. معلش يا حبيبتي، انا هزود على الادويه دي حاجه بسيطه قوي، بس ليا شرط بقى. مش عايزاكي تنزلي عند ماما خالص خالص. ليه؟ علشان مش عايزاكي تشوفي الكمبيوتر. يا دكتور انا لو ما دخلتش على الكمبيوتر بدخل من التليفون. طيب يا اختي، التليفون ده تسيبيه خالص، وهاتي لك تليفون رخيص صغير ما يكونش فيه نت. والله يا دكتور انا تعبت بجد. انا حاسه ان انا ما كانش المفروض اساسا ان انا اتجوز. يا دكتور. نعم. لا ولا حاجه. انت مالك بس يا حبيبتي؟ في ايه؟ مفيش كده حاجه جايه لك في السكه يا حبيبي؟ لا مفيش حد في المستشفى قال ان في طرد جايلي. طرد يا لهوي، ده مش فاهم. لا يا حبيبي قصدي يعني مفيش بشاير حاملة على مراتك؟ لا يا ماما، يعني احنا مأجلين الموضوع ده. مأجلين؟ مين اللي مأجلين ان شاء الله؟ انت ولا هي؟ هو يعني في الحقيقة شرف مش حابة تخلف دلوقتي. وانت موافقها على الكلام ده؟ انا مش فارقة معايا يا ماما. لكن فارقة معايا يا محمود. الله، عايز اشوف عيالك، عايز اخدهم في حضني. في ايه؟ وبعدين عايزه اقول لك على حاجه مهمه جدا يا حبيبي. اوعى تسمح لها تاخد اي موانع حمل قبل ما تجيب البكري. عارف لو عملت كده عمرها ما هتخلف. على فكره بقى كلام حضرتك ده مش علمي خالص. علمي ولا علمك؟ مش فاهمك انت في كلام الستات ده. انت يا دوب بس دكتور على عيني وعلى راسي. مش عايزه تخلف قال. ودي فكرتها ان شاء الله ولا فكره حضره الرائد مامتها؟ عميد يا ماما عميد. ثم ايه الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده يا حبيبي؟ صدقني
ما تبقاش طيب كده مع كل الناس. ما دام هي عايزه تاجل الحمل يبقى في حاجه في دماغها، وبكره تعرف ان الموضوع في انا. عليك خليتي في موضوع وفي انا. انت يا ماما تعرفني بقى لما تيجي تسيبك ولا مامتها تخليها تسيبك، ساعتها ما يبقاش في مشاكل. انا مش عرفني حضره الملازم مامتها دي بتفكر ازاي. عميد وكانت هتبقى لواء. لواء ليه؟ اي حد كده بياخد لواء؟ لواء دي بالكتير ارض اللواء يا بي. مدام انتصار، ها الاستاذ حمدان اصدر بره وعايز يقابل حضرتك. وصل، خليه يتفضل تحت عمرك. استاذ حمدان اهلا 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 وسهلا. يا مساء الخيرات على ست الاعلام العربيه اميره القلوب. يا خبر ابيض، ده كلام كبير قوي عليا. اتفضل حضرتك، شرفتنا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا، نورتنا. الله يخليك. الحقيقه انا بعتبر يعني حب الناس والجمهور يعني نعمه كبيره كده ربنا بيديها للواحد. والله احنا في دار الحقيقه وهذه الحقيقه، انا ما بعرف اجامل احد. اشكرك جدا على الكلام الحلو ده. وانا اليوم موجود هون كوسيط خير في موضوع هيفيدك كتير. وسيط خير؟ خير اكيد خير. والله انا معي مستثمرين اجانب مهمين كتير بدهم يعملوا معك شراكه ويخلوا عندك بدل القناه مجموعه قنوات، قنوات مشفره على ديكودر، قنوات مفتوحه، قنوات متخصصه ب 200 مليون دولار. كم؟ انا مش عارفه انت ليه بتفتح موضوع الحمل ده تاني؟ هو احنا مش كنا اتفقنا قبل الجواز؟ يا شرف يا حبيبتي، الظروف بتتغير. بتتغير؟ طب هو ايه اللي اتغير؟ منطق عندها امل كبير قوي ان احنا نتطلق، ومفيش حاجه هتهديها غير ان احنا نخلف. ايه اللي انت بتقوله ده؟ وهي عايزانا نسيب بعض ليه؟ انت عارف كويس قوي ان هي بتحبك انت اكتر واحد. الكلام ده كان زمان، انا مش بحقد على كريم ولا حاجه، بس هو دلوقتي الفرخه بكشك عندها. انا ما اعرفش طنط ليه اتغيرت من ناحيتي. كريم؟ هو كريم فين اساسا؟ يا ستي قبل ما يسافر. ثم انا عايز اعرف انت يا حبيبتي مش عايزه تخلفي مني ليه؟ ما انا قلت لك قبل كده. نفس الكلام برضو، عشان ننبسط ونعيش حياتنا. اولا احنا مش بننبسط، ثانيا مش بنعيش حياتنا، ثالثا كل يوم لما بخرج من العماره مامتك بتقولي فين تصح خروج. محمود؟ مفيش محمود. انا طبعا هودي العقود المحامين بتوعي اروها، بس انا على حسب فهمي للقانون ضعيف شويه، شايفه ان حق الاداره مكتوب ليهم، وانا الحقيقه ما ينفعش ابدا اشتغل في محطه ما يكونش ليا فيها كلمه الاولى والاخيره. شوفي انت وما بتريدي مدام انتصار. طبعا انا عايزه حق الاداره يكون ليا. صعب كتير كتير، راس مالهم عالي وكبير كتير، لكن ممكن أنهم ان يبقى في شراكه بينك وبينهم في الاداره. طيب في نقطه تانية، انا شايفه ان هم عايزين هم اللي يختاروا البرامج والمقدمين بتوع البرامج، وانا ما ينفعش ابدا اشتغل مع حد انا ما اعرفوش، ما اعرفش كفاءته ايه، ما اعرفش افكاره ايه، وما اعرفش برضو اتجاهاته السياسيه ايه، ممكن تبقى غير سياسه المحطه. ولو انتصار هانم ما تطلب المستحيل، دولت ناس دافعين مصاري وانت عايزه تخليهم ما يسوا شيء، لكن ممكن يبقى في حلول وسطيه بينك وبينهم. تبقى ايه يعني الحلول الوسطيه دي؟ تفضلي يا طنط. ميرسي حبيبتي. يا سخن قوي، ده شوربة لسان عصفور في الخلاط ده ولا ايه؟ لا يا طنط ده عصير. والله ده مش طبيعي بقى، مش من هنا، ده من الشارع صح؟ مش مهم، ايه الحكاية يا شرف؟ مش عايزة تخلفي ليه يا حبيبتي؟ مش عايزة تبقي أم ولا ايه؟ لا يا طنط أكيد نفسي يعني، بس احنا لسه صغيرين والعيال مسؤولية كبيرة، وأكيد يعني لو خلفنا مش هنعرف نروح ولا نيجي.
مين اللي قال يا حبيبتي؟ خلف انت بس وملكيش دعوة، لما تبقوا عايزين تخرجوا اديني خبر. هو انا في ديك الساعة لما اقعد مع حفيدي؟ اهو يا ستي ماما حلتها، خلف انت وملكيش دعوة. معلش يا جماعة سيبوني براحتي، وبعدين موضوع الخلفة ده لو الواحدة اللي مش مهيئة نفسيا يعني ما بيمشيش. مهيئة نفسيا؟ انت هتلعب الترجي، ما تختصي وقولي انت مش عايزة تخلفي. لا اوعى تعمل كده يا محمود، اوعى تعمل كده. يا ماما الاداء الاوفر ده، مش انت هتمد ايدك وتقطعها ولا ايه؟ قطع يا ماما، ايه الكلام ده يا ماما؟ لا يا حبيبي اهدى، شفت عينيك عملت ازاي؟ في مليون الف طريقه نحل بيها مشاكلنا الا الضرب والكلام الفارغ ده، اوعى تجيبها من شعرها. لا 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 اقعد يا ماما اقعد. انت مش شايفه الكلام المستفز اللي بتقوله؟ انا كلامي مستفز ولا انت اللي بترجع في كلامك؟ انا عايل بقى وبرجع في كلامي، وكلامي هو اللي هيمشي. ايه ده ازاي ده؟ ستوب، انا مش محذراكم محدش يعلو صوته عندي، انا بيجيلي كرشة نفس من صوت. اهلا ماما سعاد، ما كنتش اعرف ان انت هنا. في ايه يا نور؟ هو في ايه يا نور؟ هو انت كل ما هتسمعي صوت تروحي دابة المفتاح في الباب وداخله. يا ست سعاد، مفيش حد يزعق في البيت ده غيري انا، واللي حسه يعلى بديله بالبوكس في مناخيره، وبالمرة أطمن على بنتي. بنتك مع جوزها يا حبيبتي، مش مع حد غريب، هيعمل لها إيه يعني؟ لا لا لا، هو ما يقدرش يعمل لها حاجة، أنا مكهربة بناتي، واللي يقرب منهم ولا يلمسهم بينشف على طول. ايه يا استاذ يا دكتور، عايز حاجه؟ على فكره الدكتور يقدر يعمل، بس هو بيحترم بنتك وبيراعي ربنا بس. ونعمه بالله يا دكتور، ونعمه بالله، بس هي ايه المشكله؟ المشكله ان بنت حضرتك مش عايزه تخلف. يرضيك الكلام ده حضرتك؟ لا ما يرضينيش، بس يمكن مش مجهزه اللبس يعني للحمل والولاده. وانا متهيألي يا حكيم الصحه انت اتفقتوا قبل الجواز انها ما تخلفش دلوقتي. لا ما كانش اتفاق يا حبيبتي، ده كان طلب من شرف، ودلوقتي خلاص ابني غير رأيه. لا 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 لا، وغيرتي رأيك ليه يا دكتور؟ عشان هو حر. يعني ايه هو حر؟ يعني انت هتشاركيه يخلف ما يخلفش، دي حاجة راجعة له هو لوحده. وهو يا اختي مش متجوز أرنبة، يعني مش مكان التفريق. انت ايه اللي دخلك في الموضوع اصلا؟ لا ده ناس داخل وداخل يا جماعة، حرام عليكم، مش كده. نور اتعب، اوعي تتعبي قدامي، حد يتعب. انت ادخلي انت، لا خليكي جنبي، خليكي. نعم يا اخويا. اوعي يا محمود، اوعي يا حبيبي. نعمين يا حبيبتي. لا نعمين وثلاثة يا اختي، بنتي قطعت الخلفة بسببك. شكلها قطع من الأول. لا بعد الشر، بعد الشر، دي قمر.